السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بديل لشات جي بي تي، والميزة فيه ان هو تقدر تطلع على الكود بتاعه وتقدر تتطور فيه وتستغله والحاجات دي كلها. طيب خلينا مثلا نقول له جاوب لنا على السؤال دوت، فيبدأ يجاوب. طيب خلينا نجرب بالعربي، نقول له مثلا ما هي أقدم المحاضرات؟ المفروض ان هو يقعد 7 ثواني وبعد كده يجيب. فبيقول لك دجلة والفرات والنيل أقدم الحضارات، اللي هما السومريون والبابليون والمصريون. طيب خلينا نسأله كده عدد الأهرامات حول العالم. بيقول لك 3 بليون بروبلم. لا ده قالها غلط، ده وراها غلط، فخلينا نعمله بالانجليزي. بيقول لي فقط 3 أهرامات. لا الاداء بتاعه مش حلو للامانه يعني. تمام. طيب خلينا نسال الاسئله دي لشات جي بي تي ونشوف الفرق. يلا كم عدد الاهرامات؟ يمكن احنا بنسال السؤال غلط. كم عدد الاهرامات حول العالم؟ بيقول لك الاكثر شهره موجوده في مصر، وفي مصر 118 هرم. لا شات جي بي تي تحيه، الاجابه يعني افضل بكتير من المنافسه. في طبعا اهرامات موجوده في المكسيك وامريكا الوسطى والسودان، فالاجابه بتاعته جميله. طيب ما اقدم الحضارات؟ الحضارة المصرية رقم واحد، مش عايزين حد يفتح بقه تاني. تمام. هي أقدم من كده بكتير، لأن في حضارات قبل عصر الأسرات. عصر الأسرات بدايته كان توحيد الشمال والجنوب، بس كان في حضارة موجودة في الجنوب وحضارة موجودة في الشمال. أمال يعني موحدوا إيه؟ ما لازم يكون في. تمام. وبيقول لك حضارة وادي النيل القديمة من أقدم الحضارات، ظهرت في وادي النيل في العصر الحجر الحديث. يعني في مصر الحضارة ممتدة لعصر الحجر الحديث. تمام. يعني شات جي بي تي كل مرة بيثبت إن هو ممتاز. ده الإصدار التالت على فكرة، الإصدار الرابع أفضل. منتظر إن احنا نجربه. في إن أنت تديله كتاب كامل وتقول له لخصه لي ناقشني فيه، فهيبقى حاجة روعة إن شاء الله. دمشق طبعا. شات جي بي تي ممتاز. الميزة إن هو دلوقتي أتاح إن أي حد ممكن يعمل أي بي أي، يعني تخلي الموقع بتاعك ياخد الأجوبة والرد من شات جي بي تي بشكل سلس وبشكل رخيص. كان الأول أعلنوا مبلغ وبعد كده نزلوا العشر عشان يقدروا ينافسوا أي حد تاني.